السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الباك اند والاي بي ايز باستخدام نود جي اس. والنهاردة هنتكلم عن التعامل مع الجيسون ثرو الاي بي اي، فخليكوا معنا. الحلقات دي مهمة جدا جدا، فلازم الناس تركز، وياريت اللي ما بيكونش بيطبق ورايا يبدأ يطبق ورايا من دلوقتي، لان التطبيق ورايا ما عادش رفاهية من الحلقة ديت، لازم تطبق ورايا وإلا هتحس انك مش فاهم بشكل كبير جدا. تعالوا معايا نبدأ نكتب كود للحلقة ديت. كالعادة هنبدأ نعمل كونست للإكسبريس، وهنقول له هيخليه يستدعي المكتبة بتاعتنا اللي هي اكسبريس، وكونست للاي بي بي عشان نستدعي الميثود الاشهر بتاعنا اللي هو اكسبريس. طبعا يعني في ناس سألوني ليه انت ما بتعملش مثلا اي بي بي هنا على طول، خلينا ده كده نخليه كومنت، ومثلا تعمل كده وتستخدمه ماشي، لان الاكسبريس له استخدام والاي بي بي له استخدام. فعشان كده دايما لما تيجي تلاقي مشاريع معموله بالاكسبريس ماشي او بالفانكشن بتاعت اكسبريس هتلاقيهم ايه، متاخد اتنين انستنت منه مش انستنت واحد. فعشان كده الافضل ان احنا نستخدم الشكل دوت، والاكسبريس لما نعوز نستخدمه هنستخدمه في حاجات، والاي بي بي لما نعوز نستخدمه برضو هنستخدمه في حاجات تانية. عشان نرجع بقى للليفل لورا، نبدا نعمل هنا اي بي بي دوت لسن ماشي، ونقول له البورت بتاعنا 5000 زي احنا اتعودنا خلاص على البورت 5000 دوت، والكول باك فانكشن بتاعتي، وهنا نقول له هنا كونسول دوت لوج، ومثلا هنقول له ايه سيرفر اون 5000 عشان نعرفه ايه ان الدنيا شغاله. هتلاقي نفس اللي احنا بنعمله بالظبط، بس المرة دي هنستخدم الريسبوند دوت، هو ده اللي هيفرق معانا في التايب بتاع ايه الفايل بتاعنا ده دلوقتي اللي احنا شغالين عليه. فهنقول هنا اي بي بي ونعمل هنا جيت ميثود عادية جدا تتعامل مع الانفوكينج، ونحط داش عشان نبقى بنتعامل مع الصفحة الرئيسية بتاعتنا، وهنا نعمل الاثنين بارامتر اللي احنا خدنا عليهم من اول الحلقات ريكويست وريسبوند. ونيجي هنا نفتح قوسين كده هوت، ونقول هنا respond dot المرة دي بقى ايه جيسون. اوكي تعالوا نرجع لصفحة الاكسبريس دوت جي اس، ونيجي هنا للاي بي اي ريفرنسنج ماشي، ونخش على الفور اكس. طبعا هنا ده اي بي اي ريفرنس للاي بي اي ماشي في الفيرجن رقم 4 ماشي، ونيجي هنا نشوف بقى ايه ازاي بيتعامل. شوف هنا نفس الفكره اللي انا بقول لكم عليها، دايما التعامل مع الاكسبريس بياخد نفس الاثنين متغيرين دول وبيحطهم في البدايه، لان انت ساعات بتتعامل الاي بي بي وساعات بتتعامل الاكسبريس دايركت، فيعني لازم تكتبهم كده في البدايه. وتعالوا معانا، وزي ما انتم شايفين طالما انت بتستخدم فيرجن 4 فما فوق، فانت معاك الاكسبريس دوت جيسون، وتبدا تحط فيه الداتا بتاعتك اللي هي البارامترز بتاعتك ايه هنا. طبعا احنا بنتعامل مع الريسبونس، فتعالوا نروح للتابه بتاعت الريسبونس، ونروح هنا للريسبونس دوت جيسون عشان نبدا نشوف المعلومات بتاعتنا. هو ريسبونس دوت جيسون التول اللي احنا استخدمناها، ويبدا يقول لك هنا ازاي تقدر تبعت ايه الجيسون ايه بتاعك. طبعا اكبر مميزات النود جي اس ان انت يعني بيفهم صيغه الجيسون وبيتعامل معاها، بتكتب بيها جيسون عادي جدا داخل الجافا سكريبت، مش هتحتاج انك دايما تحول جيسون لفورمات سترينج زي بالظبط في بيئات كتيره زي الاس بي وغيرها كتير بتضطر انك تكتب الجيسون داخل سترينج فورمات. لا هنا هو عارف ان دي جيسون وليها فورمات، فتقدر تكتبها جيسون دايركت، يعني كانك انت كانها جزء من الجافا سكريبت يعني دايركت، فانت بتكتبها بطريقه سلسه جدا، ودي ميزه من مميزات نود جي اس بصراحه. طبعا هنا هو هنا بيتعامل مع جيسون اهوت، وبيقول لك ايه ان هو بيرجع بياخد نل، وممكن تحط فيه صيغه الجيسون اللي انت عايزها، وممكن تدخل برضو ايه الستيتس ايه بتاعك.
هو هنا بيقول لك ان الاوبجكت جيسون دوت ممكن ياخد اوبجكت من اي نوع، اري، سترينج، بوليان، نمبر، اور نال. حتى نال شوفوا انا بعت له نال. بس يو كان اولسو يوز ات تو كونفرت اذر فاليوز تو جيسون، يعني تقدر تستخدم برضو ديت انك تكونفرت الفاليوز الثانيه اللي هي مثلا زي السترينج مثلا تترجمها داخل ايه جيسون فورمات، وده اللي هنشوفه من ايه الكود بتاعنا ان شاء الله. تعالوا نعمل حاجة بسيطة كده. اولا نبدأ هنا في الجيسون، نبعت له array بسيط كده هو في مثلا اول حاجة هنا نيم، ونقول له مثلا هنا اول واحد اسمه احمد، وهنا ده كوما، ونفتح قوس التاني ونقول له برضو النيم، نيم الشخص التاني، هيبقى اسمه هنا محمد. تمام كده هو. نيجي بقى نعمل كنترول اس عشان نسيف الكلام دوت، ونيجي هنا نرن ال npm start عشان نرن السيرفر، ورن كده هنرجع هنا تاني ونروح لللوكال هوست 5000. تمام، وهتلاقي بوم هو جاب لك ايه الجيسون فورمات بتاعك اللي هو ايه النيم والاحمد والنيم احمد، فاصبح انت عندك هنا كده اتنين يوزرز مثلا في جيسون واحد عباره عن اري من اشخاص اسمهم احمد ومحمد. اوكي، طبعا انت هنا من اي حتة في العالم تقدر ان انت تاخد الكود دوت وتتعامل معاه، بس طبعا التواصل مع الاي بي اي مش بالبساطة ديت، يعني في ممكن تعمل حاجات بسيطة او كده، بس ده طبعا مش محبب عشان الاختراقات والحاجات ديت، في اوثنتيكيشن وتشفير في الاتصال بينك وبين الاي بي اي، وفي يعني ان انت بتبعت الحاجة في الهيدر داتا، في الهيدر داتا، في البودي كمان، في الريكوست اللي انت بتبعته بتستقبله، فالعملية بتبقى يعني معقدة عن كده. بس احنا بدأنا بأبسط حاجة ممكن نبتدي بيها علشان خاطر الناس تبقى مستوعبة، وخصوصا المبتدئين، ازاي بيتم التبادل الداتا مع الاي بي اي باستخدام النود جي اس. تعالوا في داتا كده انا كنت عاملها على النت، بس تعالوا الاول نعمل فايل كده خاص بالداتا عندنا، يعني هو بيجيب داتا من داتابيز، هنسميه ماي داتا دوت جي اس. ماشي، وهنا هو هنبدا نحط فيه اول حاجه هنا كونست داتا مثلا، او مثلا هنا يوزرز. ماشي، وهنا اليوزرز ديت مثلا هنقول انها بت ايكوال في داتا انا كنت كاتبها بجيسون، داتا يعني داتا عشوائيه كده. ماشي، هناخدها هنا كابي اوكي، ونحطها هنا كنترول في على اساس ان دي داتا دايركت مكتوبه بجيسون فورمات. اوكي، ونعمل هنا كوما سيمي كول. بص انا هشيل التاجات ديت عشان تبقى بروبرتي جاهزه يعني ليا، بدل ما يعتمد على انها يعني ما في سترينج هنا وسترينج هنا. ماشي، عشان تبقى دايركت هو هيفهمها يعني لوحده كجافا سكريبت ان ديت جيسون. تمام زي كده اهوت، عشان نحولها بقى بعد كده لجيسون فورمات بشكل دايركت. تعالوا نعمل تيبل تاني جيسون فورمات، ممكن نعمل هنا دولات يوزرز مثلا حاجه اسمها لانجوج، ونعمل فورمات صغير كده اهوت. هنفتح قوس ونقول هنا مثلا اي دي واحد سوري، وهنا نيم مثلا هنا جافا سكريبت، وناخده كده مثلا كنترول سي، نحط كومه هنا اهوت، ونحط كومه هنا، نعمل اربع لغات، كومه كومه. تمام كده، واحد اثنين ماشي، اللغه الثانيه تبقى هنا سي شارب، واللغه الثالثه تبقى هنا بايثون، واللغه الرابعه مثلا هتبقى جو. بالمناسبة في كورس جميل قوي الجو على القناة، يعني الجو لغة صعبة وناس كتير بتهتم بتعلمها حاليا، في فريم وركس كتير اتعملت عشانها، وتعتبر من اسرع اللغات الموجودة في العالم حاليا، وانصح الناس ان هم يشوفوا كورس لغة الجو دوت. اوكي، هنا بقى عشان نخلي السيستم بتاعنا او الاثنين اللي احنا عملناهم دول بابليك، فهنقول هنا اكسبورتس اول حاجة هنا يوزرز، وهنا لانجوج. تمام كده، عشان ايه نبدا نستخدمهم في سوري هنا ايكوال، نبدا نستخدمهم ايه
في فورم تانية كنترول اس. وعشان حسب لكم الديزاين دوت عشان الحلقة الجاية هنستخدمه، فعشان كده هرفعه مع الكود انتوا تعملوا له ايه داونلود. وبس كده، يا ريت عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. اتمنى صدم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق. انا معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقة القادمة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.